طلاب الجامعات الأمريكية يحتجون على استمرار الحرب في غزة في مظاهرات واعتصامات سلمية واسعة النطاق، يقابلها الوجه الآخر للغرب ليستخدم رجال الأمن العنف لفض اعتصام الطلاب واعتقالهم، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مبدأ حرية التعبير لدى الغرب. نحن منزعجون من سلسلة الخطوات القاسية المتخذة لتفريق وتفكيك الاحتجاجات في الحرم الجامعي بالولايات المتحدة الأمريكية. إن حرية التعبير والحق في التجمع السلمي أمران أساسيان للمجتمع، خاصة عندما يكون هناك خلاف حاد حول القضايا الرئيسية، كما هو الحال فيما يتعلق بالنزاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. معيار حرية التعبير في الولايات المتحدة الأمريكية منصوص عليه في التعديل الأول للدستور الأمريكي، لكن الاحتجاجات الأخيرة في الجامعات الأمريكية سلطت الضوء على إطار هذه الحرية. ورغم الاتهامات، يصر الطلاب المعتصمون على التمسك بالحريات المكفولة لهم في الدستور الأمريكي والاستمرار حتى تحقيق مطالبهم. نخطط للبقاء هنا في المخيم حتى يتم تلبية مطالبنا أن تكشف الجامعة عن استثماراتها بشفافية. نحن نطالب الجامعة بالتخلي عن الشركات المتعاونة مع الاحتلال الذي دام 76 عاماً لفلسطين والإبادة الجماعية. على الجامعة أن تقطع جميع العلاقات الأكاديمية والشراكات مع الجامعات الإسرائيلية، وكذلك توفير حماية للأصوات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، وإلغاء أي عقوبات أو اتهامات تفرض على الطلاب. فيما يؤكد بعض المسؤولين على اعتزاز أمريكا بدور الشباب في حمايتهم لحرية التعبير والاحتجاج السلمي كحقوق دستورية. الشباب والشابات هم الذين سيحمون الحريات التي نعتز بها كأمريكيين في دستور الولايات المتحدة، والذي يتضمن الحق في الاحتجاج السلمي. تاريخياً تتمتع الجامعات الأمريكية بالنشاط الطلابي وممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي، ويرفض الطلاب الخلط بينهما وبين التحريض على العنف والكراهية، بينما تسعى الإدارة الأمريكية لوقف هذه الاحتجاجات، إلا أن الحراك الطلابي في مختلف الجامعات الأمريكية لا يزال يحمل هدفاً واحداً يرفض التراجع عنه. حرية التعبير والحق في التجمع السلمي أمران أساسيان استماتت من أجلهما الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة عندما يكون هناك خلاف حاد حول القضايا الرئيسية كقضية الصراع بين فلسطين وإسرائيل. أماني بكير لقناة اليوم، واشنطن.